بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكيفية التي كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها، وذلك حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا فيه دليل على أن الواجب على المسلم أن يصلي على الصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، عملاً بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فنحن نؤدي العبادات على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، هذا هو الاستنان بسنته. وأما من أدى العبادة على صفة مخالفة للصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها، هذا مبتدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ. سكت هنيئة. 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 بالهمزة؟ لا، بدون همزة. سكت هنيئة قبل أن يقرأ. بالهمزة ولا بالهاء؟ بالهاء. إيه نعم، هنيهة. هنيهة قبل أن يقرأ. نعم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، سأله عما يقول في هذه السكتة، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس معنى سكوته أنه لا يتكلم، فإن الصلاة ليس فيها سكوت، ليس فيه ذكر لله عز وجل. فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا في هذه الفترة، لكنه لما كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها، فإن أبا هريرة سأله عما يقوله سرا فيها. هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسألونه حتى عما يقول في سكوته، يعني في عدم جهره، من حرصهم على أن يقتدوا به. وقوله هنيهة هذا تصغير، يعني زمنا يسيرا، يسكت زمنا
يسيرا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، وهو ما يكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، وهو مستحب ليس بواجب، وإنما هو من الأقوال المستحبة في الصلاة. وهذه الصيغة هي إحدى الصيغ التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. وهناك صيغة أخرى هي قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. وهناك قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهناك قوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه صيغ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها استفتح المسلم حصل على السنة. وإن كان الأكثر أن يقال: سبحانك اللهم وبحمدك، والأكثر في قيام الليل أن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح، وهو من سنن الأقوال في الصلاة. وقوله إذا كبر، هذا فيه دليل على تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام هي أول ما يقوله المصلي يستفتح بها الصلاة، وأنها بلفظ التكبير، فلو قال غير التكبير من أنواع الذكر لم تصح صلاته. لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو غير ذلك من أنواع الذكر لم يكفي هذا عن تكبيرة الإحرام، يعني يقول الله أكبر. نعم. بعد إذنك يا شيخ، هذا أحد الجيران مسكرا عليه سيارته داخل البيت ومسكر عليها من الطلاب، هذا كابرس أبيض حروفه حايا لام 118، الجار معه مريض وسيارته داخل البيت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذا يسمى تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غيرها من أنواع الذكر. وكان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة، هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وأن البسملة سنة، إذ لو كانت واجبة لجهر بها
النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن البسملة ليست من الفاتحة، فلو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن البسملة آية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور سوى براءة والأنفال، وأنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية وهي للفصل بين السور، فيأتي بها في الصلاة لكنه لا يجهر بها. وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يصوب رأسه ولم يخفضه، بل كان بين ذلك، إذا ركع فإنه لا يصوب رأسه، يعني يرفع رأسه يشخص رأسه، ولا يخفضه يدلي رأسه، وإنما يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بحياله، لا يخفضه ولا يرفعه. فإن بعض الناس إذا ركع يشخص رأسه، وهذا خلاف السنة، أو يدلي رأسه، وهذا خلاف السنة. والسنة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، فإنه يجعل رأسه حيال ظهره إذا ركع. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، يعتدل قائما بعد الركوع. فلو أنه لم يعتدل قائما وركع مباشرة بعد الرفع مباشرة ركع، ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال، الاعتدال بعد الركوع، وله ذكر خاص كما سبق، أو يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. فلا بد من الاعتدال بعد الركوع. وكان إذا رفع من السجود لم يسجد الثانية حتى يعتدل جالسا، وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن من أركان الصلاة. فلو أنه رفع من السجود ثم سجد مباشرة ولم يجلس، فإنه يكون تاركا لركن من أركان الصلاة. وكان إذا جلس التشهد الأول يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، يعني يجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا ما يسمى بالافتراش. وأما التورك فهو في الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهي جلسة الإقعاء في الصلاة، جلسة الإقعاء في الصلاة، بأن يقعد على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه على الأرض. هذه صفة لعقبة الشيطان. والصفة الثانية أنه يفرش رجليه ويجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه، هذه أيضا منهي عنها، هذه عقبة الشيطان. وبكلا الصفتين فسر أهل العلم عقبة الشيطان بهذين التفسيرين. أما أنه يفرش أصابع رجليه ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، فهذه سنة يفعلها بعض الأحيان، كما في صحيح مسلم يفعلها بعض الأحيان، هذه سنة وليست هي عقبة الشيطان. وإن كان الغالب ما قالت عائشة أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لكن لو أنه بعض الأحيان فرش أصابع رجليه على الأرض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنة، لكن لا يداوم عليه. نعم.
آخر الحديث. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. نعم. ومما ينهى عنه في الصلاة افتراش الذراعين على الأرض كافتراش الكلب، باسط ذراعيه بالوسيط. الكلب إذا الكلب يفرش ذراعيه، ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، نهينا عن بروك كبروك البعير، ونهينا عن نقر كنقر الغراب، ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهينا عن افتراش كافتراش الكلب، ونهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا، ومنها افتراش الذراعين. إذا سجد فإنه يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان يختم الصلاة بالتسليم كما في الحديث الآخر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيخرج من الصلاة بالتسليم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو خرج من الصلاة بدون تسليم لم تصح، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خرج منها بذكر غير التسليم، يعني قال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر، لم يصح، بل يأتي بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم. هذا رفع اليدين عند التكبير متى يشرع في الصلاة ومتى لا يشرع؟ يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواضع عليها أكثر أهل العلم. وهناك موضع رابع أيضا، وهو إذا قام من التشهد الأول، قال به بعض أهل العلم، وهو صحيح لأن الدليل عليه صحيح من السنة. هذه أربعة مواضع يرفع يديه مع التكبير فيها، ويكون رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه، ويكون رفعه مع التكبير. إذا شرع في التكبير يرفع يديه وينهيه مع نهاية التكبير، فهذا من آداب الصلاة ومن السنن الفعلية في الصلاة. وأما رفع اليدين عند السجود فهذا ليس من السنة كما في هذا الحديث، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند السجود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، يعني أمرني ربي، أمرني ربي، والأمر يفيد الوجوب، فدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. الأول الجبهة، وأشار إلى أنفه، أي أن الأنف تابع للجبهة، فلا يرفع أنفه وهو ساجد، وإنما يضعه على الأرض تبعا للجبهة. هذا عضو. الثاني اليدان، بأن يضعهما، يضع بطون كفيه على الأرض ممدودة أصابعها إلى القبلة ومضمومة، ويرفع ذراعيه كما سبق، ولا
يبسطهما على الأرض كالكلب. الثالث الركبتان، الركبتان. الرابع أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. الجبهة مع الأنف هذا واحد، اليدان هذه ثلاثة، الركبتان هذه خمسة، أطراف القدمين هذه سبعة أعضاء. فلو أنه سجد ولم يضع هذه بعض هذه الأعضاء على الأرض من غير عذر، لو رفع يديه أو إحداهما أو رفع جبهته وسجد على أنفه أو رفع إحدى ركبتيه أو رفع قدميه وهو ساجد عن الأرض، فإنه لا يصح سجوده، لأنه خالف ما أمر الله به وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما لو كان عنده عاهة لا يستطيع وضع بعض هذه الأعضاء بسبب العاهة، هذا معذور، لا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا تعذر سجوده على الجبهة فإنه لا يسجد على بقية الأعضاء، بل يومئ بالسجود. فلو كان يستطيع السجود على اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، لكن ما يستطيع وضع جبهته على موضع السجود لآفة فيها، فإنه لا يسجد على الأعضاء، بل يكتفي بالإيماء برأسه، لأن هذه الأعضاء تابعة للجبهة. أصل السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله سبحانه وتعالى، ويضع أشرف أعضائه، يضع أشرف أعضائه على الأرض تعبداً لله سبحانه وتعالى. ولذلك السجود هو أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهو أعظم هيئات الصلاة تعظيماً لله وخضوعاً بين يديه، وأن العبد يجعل أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض أو على موضع سجوده. ولهذا المستكبرون أبوا أن يسجدوا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أنفة واستكبارا والعياذ بالله عن عبادة الله. أما أهل الإيمان فإنهم يسجدون لله تعظيما له وبيانا لفقرهم وحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فلم يستكبروا عن السجود بين يدي الله كما استكبر المشركون، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة، يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة. وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، يعني الانتقال من شرط من ركن إلى ركن، وهي واجبة من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما بقية التكبيرات فإنها واجبة عند جمهور أهل العلم وليست ركنا، وبعض العلماء يرى أنها مستحبة، ولكن الصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
داوم عليها، لأن لفظ كان الرسول الله، كان رسول الله يفعل كذا، يدل على المداومة والاستمرار. فكان يكبر إذا ركع، يكبر تكبيرة الإحرام، هذه ركن، ثم يكبر إذا ركع، يقول الله أكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع، وهذا للإمام كما سبق. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وأما الإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ومرنا في الحديث أنه أيضا يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يأتي بالتسميع. وكذلك المنفرد مثل الإمام، المنفرد مثل الإمام، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان يكبر إذا سجد، إذا انحط من القيام إلى السجود يكبر، وكان يكبر إذا رفع من السجود، وكان يكبر إذا سجد السجدة الثانية، ويكبر إذا رفع منها، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وصف لكم ما يقوله في الركعة وبقية الركعات مثلها. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض، في كل خفض ورفع في الصلاة يكبر الله. والتكبير معناه التعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن ترك التكبير متعمدا لم تصح صلاته، ومن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. هذه القاعدة. نعم. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، مثل ما في الحديث الذي قبله، يكبر عند كل خفض ورفع مثل الحديث الذي قبله تماما. فقال عمران بن حصين لمطرف بن عبد الله لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد أن التكبير في الانتقالات أنه مشروع ولا يترك بكل خفض ورفع، ويكبر إذا قام من الثنتين، هذا لم يرد في الحديث الذي قبله، يكبر إذا قام من الثنتين يعني من الركعتين الأوليين، إذا قام لإتيان بالثالثة والرابعة يكبر. فالتكبير قاعدة أنه في كل خفض ورفع في الصلاة، وحتى لو سجد للتلاوة في الصلاة، لو سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا خفض ويكبر إذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. أعد الحديث. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فيه أن الصلاة
تؤدى على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا يؤدونها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثون شيئاً من أنفسهم. وفيه الشهادة لأهل الفضل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عمران بن حسين رضي الله عنه شهد لعلي بن أبي طالب في أنه كان يؤدي الصلاة على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها. هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا خطاب لمالك بن الحويرث، وهو خطاب للأمة كلها، فالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يرونه ويقتدون به، والذين جاءوا من بعده يعملون بالأحاديث، يعملون بالأحاديث الواردة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم بلغونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نشاهده، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل ومن كمال هذا الدين، وأن الله حفظه، وأنه يبلغ آخر الأمة مثل ما بلغ أولها بسبب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العمل بالسنة، هذا الحديث يدل على العمل بالسنة، وأنها وحي من الله جل وعلا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم. هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، البراء بن عازب رضي الله عنه يذكر في هذا الحديث أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتبعها جزئية جزئية، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على حفظ السنة وعلى تبليغها للناس وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأمة، في أنهم بلغوها سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كما حضروها معه ولم يكتموها، وإنما بلغوها ورووها للناس، بلغوها للأمة. فهذا الحديث يفيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة في التطويل، فإذا طول القيام طول الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام خفف الركوع والقيام بعد الركوع وخفف السجود وخفف الجلوس بين السجدتين. أما أنه ركن يطيله جدا وركن يقصره، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، ولهذا جاء في الحديث، في حديث حذيفة لما قام معه من الليل قال: افتتح سورة البقرة ثم ختمها وقرأ سورة النساء ثم ختمها وقرأ سورة آل عمران، وكان ركوعه نحوا من قيامه، أطال القيام فأطال الركوع عليه الصلاة والسلام، وأطال السجود وكان سجوده نحو من ركوعه. فهذا فيه أن الصلاة تكون متناسبة، لا يكون بعضها طويلا وبعضها قصيرا، بل تكون متناسبة.
إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، وإذا خفف القيام خفف هذه الأركان متناسبة. التخفيف الذي لا يخل بالصلاة، هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، متناسبة متقاربة في أركانها في الطول والتخفيف. أما أنه يطول القيام ويخفف الركوع، أو يطول الركوع ويخفف السجود، أو يطول سجدة ويخفف السجدة الثانية، هذا خلاف السنة، بل يراعي أن تكون صلاته متقاربة في أركانها متناسبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فلا نطيل ركعة ونخفف الثانية تخفيفا كثيرا، نعم تكون الثانية أخف من الأولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن لا تكون خفيفة جدا، بل تكون متناسبة مع الأولى. نعم. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. عن ثابت البناني. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم، هذا ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه 10 سنين يخدمه عليه الصلاة والسلام، يروي عنه أنه قال: لا آل، يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وذكر من ذلك أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع، يطيل الاعتدال بعد الركوع قائما، ويطيل الجلسة بين السجدتين، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يسجد بعد الرفع من الركوع مباشرة، لا، إذا سجد بعد الرفع من الركوع مباشرة ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال، وإذا سجد بعد السجدة الأولى مباشرة ترك ركنا وهو الجلسة بين السجدتين. هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليمهم للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وينبهونهم على ذلك، ما ينبهونهم يقولون لهم: هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمانة تحملوها، بلغوها للناس. هذا فيه العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن تؤدى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، وفيه تعليم السنة، تعليم السنة للناس، فمن علم شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبينه للناس ولا يقتصر على نفسه. وفيه أن الاعتدال، تطويل الاعتدالين، الاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود، لأن بعض الناس يفرط في هذين فيسرع، إذا قام من الركوع يسرع في السجود، إذا قام من السجدة يسرع إلى السجدة الثانية، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال ركن في الموضعين من أركان الصلاة، ويقال فيه ذكر، يقول: ربنا ولك الحمد، ويأتي بما ورد، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ويكرر
الاستغفار، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، على الأقل 3 مرات، هذا هو الأكمل. فهذا فيه الطمأنينة، فيه الطمأنينة في الأركان، الطمأنينة في الاعتدال، والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في كل أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة ركن في كل، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أفعال الصلاة، في كل أفعال الصلاة، ولا يطمئن في بعضها ويخفف في بعضها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا صلى لنفسه يعني منفرداً فليطول ما شاء، هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معتدلاً في صلاته، تخفيف مع إتمام، تخفيف مع إتمام. التخفيف ضده التطويل الذي يشق على المأمومين، والإتمام ضده العجلة، العجلة التي تخل بالصلاة. فيجمع بين الصفتين التخفيف مع الإتمام، فلا يطول تطويلا يشق على المأمومين، ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، وإنما يجمع بين الأمرين في صلاته. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يحب أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي حتى الأطفال، راعي أحواله، وحتى النساء التي يصلين معه أمهات الأطفال، لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للإمام أن يراعي الحالتين، حالة الصلاة فلا يخففها تخفيفا يخل بها، ولا ويراعي حال المأمومين فلا يطيل تطويلا يشق عليهم. وهذا جمع بين المصلحتين، مصلحة الصلاة ومصلحة المصلين. أما الإمام الذي لا يبالي بالمأمومين، إما أنه يطيل بهم وينفرهم، وإما أنه يخفف الصلاة ويخل بصلاتهم ولا يتمكنون من الإتيان بما يشرع في الصلاة، فهذا لا يصلح إماما للناس، لا يصلح إماما للناس، إنما يصلح الإمام الذي يراعي الحالتين، حالة الصلاة وحالة المأمومين. فهو الإمام يصلي على هواه وحسب ما حسب ذوقه وما يميل إليه أو يختاره هو، لا، يصلي صلاة موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مراعاة للمأمومين ومراعاة للصلاة. بعض الناس يخفف الصلاة علشان يرضي المأمومين والكسالى، هذا لا يجوز. بعض الناس يطول الصلاة علشان ينفر الناس ويشق عليهم، وهذا لا يجوز أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هكذا ينبغي أو يجب على الإمام أن يراعي أمور صلاته ويراعي من خلفه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول أنس بن مالك: نعم نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما صليت خلف إمام أخف
صلاة وأتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. الاعتدال مطلوب في كل شيء، الاعتدال والتوسط مطلوب في كل شيء، وخير الأمور الوسط، فلا إفراط ولا تفريط. الاعتدال لا سيما في الصلاة هذا هو المطلوب. نعم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري. نعم. وعن أبي قلابة. نعم. عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. نعم، أعيد الحديث. عن أبي قلابة. نعم. عبد الله بن زيد الجرمي البصري. نعم. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجد. مالك بن الحويرث صحابي، مالك بن الحويرث صحابي، وهو الذي جاء مع الفتية الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، ومكثوا عنده شهراً يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رآهم يحنون إلى أهليهم وأوطانهم، وكان صلى الله عليه وسلم رحيماً بالأمة، فقال لهم: لعلكم تذكرتم أهليكم. ثم أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. نعم. وكان أتى إلى أهل المسجد هذا وعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما قصدي الإمامة ولكن قصدي تعليمكم الصلاة. نعم. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا في حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عملا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفيه العمل بالسنة، العمل بالسنة العملية، لأن السنة كما تعلمون هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فالفعل هو السنة العملية. نعم. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، إمامهم يعني، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه جلسة الاستراحة، هذه جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء فيها هل هي مشروعة أو هي مباحة عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته إذا قام إلى الثانية أو الرابعة يجلس، إذا قام من السجدة يجلس ثم يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. العلماء فيها على رأيين: الرأي الأول أنها غير مشروعة، وإنما تفعل عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر، فتفعل عند الحاجة، فالكبير اللي يحتاج إليها والمريض اللي يحتاج إليها لا بأس، أما القوي فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته ما كان يفعلها يوم أن كان قويا. والقول الثاني أنها سنة، وعليه جماعة من أهل العلم أنها سنة يعمل بها، الله أعلم. الراجح والله أعلم أنها ليست سنة، وإنما هي حسب الحاجة. نعم. وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه. يكفي، نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نرى كثيرا من الأئمة يطيل السجود في صلاة التهجد في رمضان،
لكن الجلسة بين السجدتين يقصرهما، فهل هذا خلاف السنة؟ نعم، هذا خلاف السنة. اللي يطيل بعض الصلاة ويخفف بعضها هذا خلاف السنة. سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، متقاربة في أركانها، ما يطول بعضها ويخفف بعضها، وإنما كانت متقاربة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجهر الإمام بقول ربنا ولك الحمد بدلالة حديث ابن عمر حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ لا، ما يجهر سمع الله لمن حمده. نعم، يجهر بها ليسمع المأمومين، أما ربنا ولك الحمد فهذه لا حاجة إلى الجهر بها، إلا إن كان من باب التعليم، إن كان من باب التعليم فلا بأس، يعلمهم ماذا يقولون لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المسلم من حرج إذا جاء بكل أدعية الاستفتاح في الصلاة المفروضة؟ لا، ما يجمع بينها، ما يجمع بينها، لكن يقول هذا تارة وهذا تارة، أما الجمع بينها في صلاة واحدة فهذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بينها، وإنما كان يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الدعاة أنه إذا لم تكن أصابع اليدين والرجلين باتجاه القبلة فإن الصلاة غير صحيحة، فهل هذا كلام صحيح؟ لا، هذه مبالغة. كونه يوجه أطراف أصابعه إلى القبلة، أصابع اليدين والرجلين، هذا سنة، سنة وليس واجبا. فقوله أنه لا تصح صلاته هذا غلط، تصح صلاته. نعم. يقول فضيلة لأن المهم أنه يضع يديه على الأرض ويضع أطراف قدميه على الأرض، هذا هو المهم، وأما توجيه الأصابع هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ في كثير من المساجد أن المأمومين يقوم بعضهم برفع أحد القدمين أو كلاهما في السجود، فهل يقال له إن صلاتك غير صحيحة ويؤمر بالإعادة مع أنه جاهل؟ إذا رفع قدمه في كل السجود ولم يضعه أبداً وهو غير معذور فيؤمر بالإعادة، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة. أما إذا رفعه ثم أعاده ووضعه قبل أن يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصاً وخللاً، لكن الصلاة صحيحة لأنه وضع قدميه وأعاد القدم إلى الأرض، فحصل وضع الرجلين أو القدمين على الأرض، لكن كونه رفع في بعض السجدة هذا خلل ونقص. نعم. وفضيلة الشيخ، وكذلك من كان ناسياً وليس جاهلاً فلم يضع أحد قدميه في السجود فهل عليه إعادة الصلاة؟ النسيان والجهل لا يسقط الواجب، إنما يسقط الإثم. لو نسي يصلي تسقط عنه الصلاة؟ لا. لو نسي يتوضأ يسقط عنه الوضوء؟ لا، لكن يسقط عنه الإثم. أما الواجب فلا بد أن يأتي به، ولا يسقطه النسيان والجهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام قول ربنا ولك الحمد بعد التسميع فهل يسجد للسهو؟ إذا إيش؟ إذا نسي الإمام أن يقول ربنا لك الحمد بعد التسميع فهل يسجد للسهو؟ لا، الصحيح والذي عليه الجمهور أن الإمام عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، أما إذا قال ربنا ولك الحمد فهذا ليس بواجب عليه، لكنه أفضل وأحسن. نعم. يقول فضيلة الواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، والواجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للاعتدال بعد الركوع، هل يقال إن صلاة كثير من الأحناف لا تصح لعدم اعتدالهم إلا بعد الرفع من الركوع قليلا فقط؟ هذا اجتهادهم، هذا اجتهادهم، ومن أراد السنة وأراد تمام الصلاة فإنه يعمل كما جاء في السنة، يعتدل. عند الجمهور أن هذا ركن، هم تركوا ركنا من أركان الصلاة، لكن هم مجتهدون في هذا ويرون أنه ما هو بركن، يرون أنه ما هو بركن، فلهم اجتهادهم، ما علينا منهم، ولا نبطل صلاتهم،
أبطلنا صلاتهم أبطلنا صلاة كثير منها، نحن ما علينا منهم، إذا صار هذا اجتهادهم ومقتنعين منه نحن نبين لهم السنة فقط، أما أن نلزمهم لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا صليت بالجماعة في الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان، نعم. يقول بعض الناس إذا صليت بالجماعة في الفجر في يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان يقول قد طولت، فهل هذا يعتبر من التطويل؟ لا، هذا عمل بالسنة ولا هو من التطويل، لكن هذا كسلان، هذا اللي يقول لك ذا من الكسالى، فلا تلتفت إليه. إذا عملت بالسنة فلا تلتفت إلى من يعارضك في هذا. نعم. ولا هو بتطويل، قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان ما هي طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالسبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، كان يدخل في الصلاة والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلمة، ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الصلوات الجهرية يلاحظ على بعض المأمومين أنه يقوم برفع السبابة. نعم. في بعض الصلوات الجهرية يلاحظ على بعض المأمومين أنه يقوم برفع السبابة عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفاته الحسنى، فهل هذا من السنة؟ نعم، رفع السبابة في التشهد عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء هذا من السنة، وإشارة إلى التوحيد. نعم. وعند قراءة الإمام يا شيخ؟ عند قراءة الإمام لا، إنما هو في التشهد، في التشهد عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، أما رفع السبابة في القيام أو هذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين يكون موضع البصر في الصلاة حين القيام وحين الركوع وحين التشهد؟ يكون إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، وعند التشهد قالوا ينظر إلى سبابته، ينظر إلى سبابته. نعم. وأين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذا يأتي أنه يضعهما على صدره، يضعهما على صدره قبل الركوع وبعد الركوع، لأن كله قيام، كله قيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره إذا قام في الصلاة، واللي بعد الركوع يتبع ما قبل الركوع، كله قيام، فاللي يفرقون بينهما هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمع أهل العلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائل، ولكن يوجد اختلاف في بعض السنن في هذه الصفات، فما موقف طالب العلم أمام هذه الاختلافات؟ هل يجمع بينها أم يلتزم صفة واحدة منها؟ طالب العلم عليه أن يتبع الدليل، إذا حصل اختلاف يشوف اللي معه الدليل من الأقوال ويأخذ به، هذا طالب العلم. أما العامي فإذا حصل اختلاف يسأل أن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بما يفتيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمأموم هل يكبر تكبيرات الانتقال خلف الإمام أم يكفي تكبير الإمام؟ لا، ما يكفي، تكبير الانتقال واجب على الإمام وعلى المأموم، ولا يكفي تكبير الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتورك الإمام في صلاة القصر إذا كان مسافراً؟ الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه، أما الجلوس الذي لا يعقبه سلام وهو التشهد الأول فهذا يفترش فيه ولا يتورك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر وبعض العلماء يقول لا، الصلاة اللي فيها التي فيها جلستان في الأول يتورك، في الأول يفترش وفي الثاني يتورك، أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلسة واحدة فهذه يفترش فيها ولا يتورك، رأيان لأهل العلم، وراجعوا كلام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر عند بعض العوام أن يقول
اللهم أحسن وقوفي بين يديك قبل الصلاة، فهل على هذا دليل؟ لا، هذا ما عليه دليل. نعم، ولا ينبغي المداومة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وأجتهد في تطبيق السنة برفق وحكمة، ولكن يطلب مني بعض المأمومين من كبار السن والضعفاء وغيرهم أن أصلي في الفجر بقصار السور كالزلزلة والإخلاص والفلق، وأن أسبح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وأن أغير صوتي وأمططه في التكبير لجلسة التشهد، فقد علمتهم 4 سنين أن هذا خلاف السنة ويريدون مني ترك المسجد، فهل أوافقهم أم ماذا أفعل؟ أما التكبير فالأمر سهل، سواء خفضته لهم أو لم تخفضه، التكبير أمر سهل. أما تخفيف الصلاة والاقتصار على قصار السور في الفجر هذا غلط. السنة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، هذا هو السنة، فلا تطيعهم في هذا. وهم اللي ما يقدر على القيام يجلس، إذا كان أنه ضعيف ولا يقدر على القيام يجلس، أما إذا كان يقدر على القيام فيجب عليه القيام ولو كان عليه مشقة محتملة. الحاصل أنه ما تقرأ في الفجر من قصار المفصل، ولا تطيعهم في تخفيف الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأما أنك تترك المسجد أو ما تتركه هذا راجع لك أنت، إن كان عندك رغبة في الاستمرار تستمر، إن كان ما عندك رغبة تنتقل إلى مسجد آخر، تنتقل إلى مسجد آخر أو تترك الإمامة، هذا راجع لك أنت حسب ظروفك وحسب ميولك. لكن كونك تبقى في الإمامة سواء في المسجد أو غيره أفضل لك، لأن الإمام له أجر عظيم، وأيضاً الإمامة تلزمك بحضور الجماعة في كل صلاة ولا تتأخر، والجماعة أيضاً تلزمك بمعاهدة تعاهد القرآن وضبط القرآن دائماً، وصلاة الجماعة إذا أحسنت صار لك أجرك وأجر من خلفك، فيها مصالح عظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل آخر سجدة من الصلاة، فهل على هذا دليل؟ لا، الدليل على خلاف هذا، كما سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية ومتناسبة، ما يطول بعضها ويخفف بعضها، تطويل السجدة الأخيرة هذا لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء بل كما ذكر ابن القيم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون متدرجة، أولها أطول من آخرها، أولها كما أنه كان يطيل الركعة الأولى والثانية أخف منها، وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متدرجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء المصلي والإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة أم اثنتين؟ وإذا كانت واحدة فهل ينويها للإحرام أم للركوع؟ أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها، وهي ركن من أركان الصلاة، ويأتي بها وهو واقف، يأتي بها من وقوف. ثم التكبيرة الثانية التي للركوع هذه سنة في هذا الموضع، في هذا الموضع سنة، إن شاء أتى بها وإن شاء اقتصر على تكبيرة الإحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السكوت بين التكبيرات في صلاة العيد والاستسقاء ذكر؟ نعم، ورد أنه يفصل بين تكبيرات في العيد، لأنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يعمل في بعض المساجد بأن يقوم الإمام بأن يقوم المؤذن ويردد وراء الإمام، مثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المؤذن أو غيره ربنا ولك الحمد بصوت مرتفع، فهل هذا من السنة؟ هذا حسب الحاجة، إذا احتاجوا إلى التبليغ يبلغ واحد خلف الإمام، كما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو مريض وجالس،
كان أبو بكر يبلغ من خلفه تكبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ المبلغ هذا سنة عند الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فليس مشروعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا الراتب إذا سجد للتلاوة كبر. نعم. إمامنا الراتب إذا سجد للتلاوة كبر. نعم. وإذا رفع منها لا يكبر، وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، فقال هذا قول لبعض أهل العلم وذكر لي حديثا، فهل قوله صحيح؟ نعم، قول هذا حديث، كان يكبر في كل خفض ورفع، حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام أخطأ في هذا، يكبر عند السجود تلاوة عند الهبوط ويكبر عند الارتفاع، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة في رمضان في دعاء القنوت في معرض الثناء على الله يقول: يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، ويا من لا تواري سماء منه سماء، إلى آخر ما يقول، فهل هذا جائز؟ لا، هذا من التكلف في الدعاء ومن السجع المذموم، ويتجنب مثل هذه الألفاظ. نعم. وهل هذا يخالف ما تعلمناه في كتب العقائد أن أهل السنة نفيهم مجمل وليس مفصل؟ نعم، هو كذلك، هذا أيضا نفي مفصل، وهو خلاف الكتاب والسنة اللي فيهما النفي المجمل. الحاصل أن هذا دعاء غير مشروع، هذا تكلف سجع وهو غير مشروع ولا دليل عليه. نعم، مخالف للأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للإمام، هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أم لا؟ سمعتم هذا، أن عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالحمد بالتكبير، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، فدل على أنه لا يجهر بالبسملة. والحديث الآخر: قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك سكتة بعد الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة؟ استحسنها بعض العلماء. الثابت عن الرسول كما قال ابن القيم، ثابت عن الرسول سكتتان: سكتة بعد تكبيرة الإحرام التي يؤدي فيها الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع لأجل أن يرجع إليه نفسه. وأما السجدة التي بعد قراءة الفاتحة، هذه لا دليل عليها، ولكن استحسنها بعض العلماء من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يقطع صلاته فهل يشرع له التسليم؟ يقطع صلاته ليه؟ يقطع صلاته من أجل إيش؟ إذا كان لعذر شرعي، مثل ينقذ إنسان من هلكة، يقطع صلاته من أجل ينقذ إنسان من هلكة أقبل عليها، هذا لا بأس ولا يحتاج إلى تسليم. التسليم إنما هو عند النهاية، أما إذا لم يكملها فلا حاجة إلى التسليم، يقطعها بدون تسليم، يخرج منها بدون تسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حال السجود تضم القدمين أم تفرق؟ فرقهما، لكن ما يفرقهم تفريق كثير كما يفعل بعض الناس، عند القيام يفحج ويأخذ محل رجلين، وعند السجود يمدد أعضاؤه ويضايق من بجانبه، هذا غير مشروع. هذا الإنسان يكون معتدلاً في أموره، ما يكون مبالغاً. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة، هل يشترط له ما يشترط؟ نعم. بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة، نعم، هل يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والوضوء وغير ذلك؟ مسألة خلافية بين العلماء، من يرى أنه صلاة يشترط له كل ما يشترط للصلاة، ومن يرى أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، فيسجد وهو على وضوء أو على غير وضوء، ويسجد مستقبل القبلة أو غير مستقبل
القبلة وفي وقت النهي لأنه غير صلاة، إنما هو عبادة مستقلة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه قضاء من رمضان، نعم، من كان عليه قضاء من رمضان، نعم، فصام هذا القضاء وأراد صيام الست من شوال، فهل يلزمه أن يفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال بإفطار يوم؟ لا، لا ما يلزمه ذلك، تكفي النية، يكفي أن ينوي هذا قضاء وينوي هذا الست من شوال، ولا حاجة للفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدير مدرسة، وقدم لي الزملاء من المدرسين بمناسبة سكني الجديد هدية إنزالة، فما حكم أخذي لهذه الهدية علماً أن هناك أحد المدرسين قد نزل قبلي في بيت جديد ولم يقدم له مثلي؟ ما في مانع تأخذ من زملائك المدرسين، لأن هذا ما فيه اتهام ولا فيه، إنما الطلبة الطلاب هم اللي ما تأخذ منهم هدايا، لأن هذا فيه اتهام أنك تنجح بعضهم وتخلي بعض. أما الزملاء فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو كانوا ما أعطوا زميلك الأول مثل. نعم. هو مدير مدرسة يا شيخ؟ لا، مدير المدرسة لا ما يأخذ، مدير المدرسة ما يأخذ من المدرسين، لأنه مسؤول عنهم، لأنه مسؤول عنهم، فإذا قدموا له شيء يصير هذا رشوة، يحيف معهم ولا يراعي اللي ما قدم له شيء، ما يراعيه ولا يصير في نفسه له ميول، فالمدير لا ما يأخذ، والمدرس ما يأخذ من الطلاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الأسواق شريط فيديو يتكلم عن الموت، ويعرض فيه طريقة تغسيل الميت، وكذلك عرض للمقبرة وطريقة الدفن، فهل يجوز أن يعرض هذا الشريط للرجال وللنساء؟ لا، هذا من المبالغات والتكلف، وربما يحصل بسببه شيء من الوحشة لبعض الناس، هذا لا يجوز، والناس يعرفون ولله الحمد، مسلمون يعرفون كيف يغسلون الميت وكيف يدفنونه وكيف يصلون عليه بدون هذه الأمور وهذه الصور وهذه البلاوي اللي حطوها الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء في مواطنه أثناء الصلاة إذا كان بغير اللغة العربية؟ لا، إذا كان يحسن العربية فيدعو باللغة العربية، أما إذا كان ما يحسن اللغة العربية فيدعو بلغته، لا بأس. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.